حجم متوازي المستطيلات. تعلمنا سابقا مفهوم حجم متوازي المستطيلات، حيث حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. إذن حجم متوازي المستطيلات هو عبارة عن حاصل ضرب أبعاده الثلاث اللي هم الطول العرض الارتفاع. رح نحل اليوم أمثلة على هذا الدرس. رح نفتح نحل مثال صفحة 64 من الكتاب. هو بيحكي خزان ماء على شكل متوازي مستطيلات، طوله 8 متر، عرضه 4 متر، وارتفاعه 3 متر، جد سعته من الماء. إذن عندي خزان من الماء، عنده أبعاده طول عرض ارتفاع. إحنا رح نحكي اليوم عن كلمة جديدة، كلمة سعة. السعة تعني الحجم، إذن السعة تعني الحجم. يعني إذا حدا سألك ما سعة هذا الخزان، ما سعة هذه القنينة، فإحنا إيش لازم نجاوبه على إنه السعة يخطر ببالك مباشرة إنها الحجم. إذن طوالي كلمة سعة يعني حجم. بما أن الخزان عندي هون على شكل متوازي مستطيلات، إذن نحكي عن حجم متوازي المستطيلات. إذن الحل، حجم متوازي المستطيلات هو عبارة عن حاصل إيش ضرب أبعاده الثلاث الموضح بالشكل 3 4 8. إذن هو عبارة عن الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. الطول 8، العرض 4، الارتفاع 3، فحاصل ضربهم 96. طبعا هيك انتهى الحل؟ لا، لازم نحط الوحدة، هي عبارة عن متر تكعيب. ليش تكعيب؟ لأنه احنا بنحكي عن مفهوم الحجم. مفهوم الحجم يعني الوحدة لازم تكون مكعبة. إذا السعة تعني الحجم، السعة تعني حجم. استفادتنا من هذا السؤال تطبيق مباشر لمفهوم حجم متوازي المستطيلات، وإنه السعة تعني الحجم. بدنا نحل كمان مثال عن متوازي مستطيلات، صفحة 63. بيحكي هذا السؤال، متوازي مستطيلات طوله 120 سنتي وعرضه 10 دي سي متر، جد ارتفاعه إذا كان حجمه 96% متر تكعيب. إذن هو معطيني متوازي مستطيلات، أعطيني طوله وعرضه وحجمه، ومطلوب مني إيش أجد ارتفاعه. أول خطوة رح نقوم فيها، وهي كتير الخطوة ضرورية، إنه نوحد الوحدات، لأنه لاحظنا إنه الطول بوحدة والعرض بوحدة والحجم بوحدة. أول خطوة حنعمل نوحد الوحدات. اختار هون إنه نحل نوحد الوحدات كلاتهم، نحولهم لإيش؟ لسنتيمتر. نحول كل الوحدات للسنتيمتر، فالطول عبارة عن 120 سنتي، إذا هي محولة. العرض 10 دي سي، لازم نحولها لسنتي. كيف نحولها لسنتي؟ بنضربها بعشرة، فعشرة ضرب عشرة 100 سنتي. عندي هلا الحجم 96% متر تكعيب، لازم نحولها لسنتيمتر ايش؟ تكعيب، لانه بنحكي احنا نحول الحجم. اذا رح نستخدم مين؟ تحويل الخاص بالتكعيب. رح ننزل من متر تكعيب لسنتي تكعيب، رح ننزل ثلاث خطوات. ثلاث خطوات يعني 100 ضرب 100 ضرب 100، رح يكون الناتج حاصل ضربهم 960 ألف سنتي متر مكعب. إذن هاي الخطوة كتير مهمة، لأنه عم يحكي لك حول من متر تكعيب لسنتي متر تكعيب، بيستخدم الدرج الخاص بهم. بعدين حل السؤال بيكون، حط القانون، حجم متوازي المستطيلات هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. تحت الحجم بنحط 960 ألف اللي حولناها، هلأ بنحط كل الوحدات اللي حولناهم بالسنتي متر. ضروري نوحد الوحدات، لازم نحط بالقانون الايش الابعاد بعد ما حولناهم لمين؟ للسنتيمتر. الطول 120، العرض 100، الارتفاع مجهول بنحطه س. فهلا بنحكي 100 120. اذا حجم متوازي المستطيلات هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، حطينا كل شيء مكانه. هلا بنحكي 120 ضرب 100 هي عبارة عن نضرب الأعداد مع بعض اللي هي بتطلع 12000. ضرب سين، العلاقة بإيش بيناتهم؟ ضرب. كيف نتخلص منها؟ بالقسمة، بالقسمة على الطرفين. سين بتساوي 80 سنتي، إذا الارتفاع قديه؟ 80 سنتي. إذا سؤال سهل بسيط، فكرته إنه لازم نوحد الوحدات، لازم نوحد الوحدات قبل الحل.